إرادة المصريين تجعل المستحيل ممكنا وتصنع من الصعب سهلا، وهي التي تجلت بوضوح في الشاب الصغير صاحب 17 عام محمد الحسيني، الذي تحدى كل الصعاب لتحقيق الإنجاز بعبور بحر المانش من أجل رفع علم بلاده خفاقة. بسنواته 17 لا يعرف للمستحيل طريقا، هو من ينطبق عليه شعار شركة حديد المصريين، جيل جديد من حديد. إنه السباح المصري محمد الحسيني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعبوره بحر المانش الإنجليزية. الحسيني الذي قهر الصعاب ولم تمنعه إصابته بمتلازمة داون عن تحقيق حلمه، فحصد العديد من الجوائز الرياضية، حيث شارك سابقا ضمن منتخب مصر في بطولة العالم لذوي القدرات الخاصة الذهنية بإيطاليا، بعد أن استطاع المشاركة في 12 سباقا في 4 أيام وحصل على 3 ميداليات. وعلى ضفاف الشواطئ مدينة فوكستون البريطانية وتحت رعاية حديد المصريين، وصل الحسين استعدادات نهائية لعبور القناة المائية التي تربط إنجلترا بفرنسا والمعروف ببحر المانش، والتي من المقرر أن يعبرها السباح المصري انطلاقا من شاطئ دوفر في إنجلترا إلى شاطئ كالي في فرنسا بطول 44 كيلومترا، والتي يتوقع أن يعبرها البطل المصري في 15 ساعة متواصلة من السباحة. أنا محمد الحسيني 17 سنة، هواجه كل صعوبات بحر المانش وحكاية المية إن شاء الله، وحرفع على مصر إن شاء الله، وادعوا لي يا مصريين حوعدكم هصرف بلدي، هصرف مصر وحرفع على مصر إن شاء الله، وحاجة متصل ونرفع لعالم مصر، تحيا مصر. الحسيني يخضع من أجل تحقيق الإنجاز العالمي لتمرينات مكثفة للتتويج بالانتصار، حيث واصل منذ 5 أيام في المدينة البريطانية تدريباته صباح مساء كل يوم وفق برنامج الإعداد والتدريب البدني والنفسي، والذي أعد له لتأهيله نفسيا وفسيولوجيا لمحاولة عبور بحر المانش والتغلب على الصعوبات التي يمكن أن تواجهه مثل التيارات المائية وبرودة المياه والسباحة ليلا. الحسين الذي يستمد قوته وثقته في نفسه من أسرته التي لم تفارقه في رحلة تحقيق الحلم، حرص مدربه البطل المصري خالد شلبي، وهو أول من عبر المانش بذراع واحدة، على أن يدربه ويغرس فيه الإصرار على التحدي ورفع علم مصر الذي لم يسقط من قلبه قبل يده يوما، يرفعه خفاقا في سماء الإنجازات الرياضية العالمية. بخطة واثقة وإيمان كبير وإصرار على تحدي المستحيل وطموح بلا حدود، يسير الحسين لتحقيق الحلم وإضافة نصر جديد لمصر يكتب في موسوعة جينيس الأرقام القياسية تحت رعاية حديد المصريين.